السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نحسب المساحات باستخدام الاريا تيستر وازاي نعرضها بشكل جميل. هنفتح السايت بتاع الابليكيشن ونعمله داونلود. هينزل لنا فايل مضغوط، هنعمل له اكستراكت. نسطب الابليكيشن ويستحسن نكون قافلين الاوتوكاد. هنكتب الامر اريا تيستر او من الادن ونسلكت البلان وندوس انتر. هنلاحظ ان المؤشر بيجيب لنا المساحة بتاعت اي غرفة بيأشر عليها. لو دوست على اي غرفة مساحتها هتظهر في الويندو. هقدر احدد اي مساحتين متصلين ببعض وادمجهم، هحددهم بالشيفت ومن ايديت هختار ميرج سيلكتد اريا. هحددهم تاني ومن ايديت هختار ريموف فروم ليست. هقدر اضيف مساحة الدور كله عن طريق اد اول تو ليست. اقدر اغير اعدادات الابليكيشن من الكوماند باور سيتنج او هكتب الامر اريا تيستر وادوس اس اي. ممكن اني اغير اليونت او التكست هايت للاريا او للتيبل. او حتى اني اتحكم في لون الباوندري. طبعا هو كل ما كان الدور او البلان كبير كل ما هياخد وقت اطول. اخترت بشكل عشوائي منهم. تقدر تاكسبورت السيلكتد اريا لفايل اكسل او من قائمة ماركس اعمل انسرت الاسم المساحة زائد الاريا. انسرت الباوندري عشان اقدر احدد السلكتد اريا واهشرهم بسهوله. وبعدين هختار بوينت عشان اعمل انسرت للتيبل. هغير تنسيق التيبل عشان اخليه بنفس لون السيلكتد اريا. اتمنى يكون الشرح عجبكم. هسيب لكم لينك الفايل والابليكيشن في الديسكريبشن.